بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكنترول بتاع موتور الدش اللي هيخليه يفتح ويرجع اوتوماتيك. طبعا هو مظبوط، طبعا اللي بياخده بيستلمه مظبوط، بيشتغل كل 3 ساعات بيفتح وكل 3 ساعات يقفل، يعني بيقلب كل 3 ساعات. فاحنا دلوقتي مثلا اللي كده الكنترول المفروض دلوقتي التايمر فاصل، تمام؟ لما بيعد 3 ساعات، تمام، يعني مثلا هيعد 3 ساعات اهو، مثلا هنلفه كده عشان يجي على السنة كده. اشتغل الماتور الدش، اشتغل اهو، تمام، بدأ الدش يفتح. زي ما احنا شايفين هيخلص طبعا حسب ما هو مظبوط. على طبعا البكره ده هي اللي بتظبط طول الدراع هيطلع قد ايه، يعني بتظبط هي طول الدراع منها قد ايه. طبعا من دي انت بتظبط، هو كده فصل اهو، وصل فصل، هيقعد 3 ساعات، تمام. انت عايز لو كل ساعتين، بس لو كل ساعتين كده يبقى انت بتقلب هيبقى 12 مره في اليوم. احنا بنقلب 8 اقصى حاجه، من 6 ل 8، فبنعمله كل 3 ساعات على ان بيقلب كل 3 ساعات. طبعا لو لف تاني وخد الوقت 3 ساعات خلصهم هيبدأ يرجع تاني، تمام، هيبدأ يرجع تاني لغاية ما يلم خالص وهيقوم فاصل. طبعا العميل كل اللي بيعمله الفيشة، طبعا بيبقى عنده في الموتور في فيشة ذكر زي ده كده اهو، بيركبها في الفيشة النتاية بتاعتنا اللي هي جاية مع الجهاز، تمام. ده الفيشه اللي جايه بتبقى مع الجهاز، انت بتوصل بس الموتور ليها. طبعا الموتور هنا معمول له باور من جوه، ومعمول له مروحه تبريد عشان خاطر ما يسخنش ويتحرق. طبعا فصل اهو الجهاز، لم وفصل، تمام. كده الموضوع سهل جدا، هو كل اللي بتعمله بتحط فيشه الكهرباء بتاعته في الكهرباء زي ما واضح هنا كده، والفيشه دي بتوصلها للموتور. بعد كده خلاص، طبعا مروحة التبريد دي عشان تبرد الكنترول من جوه والباور كنترول عشان خاطر ما يحصلش ان يتحرق، عمره يبقى قصير ويتحرق، تمام. يا ريت كده يكون الفيديو يكون واضح ويكون عجبكم، وان شاء الله ما تنسوش تشتركوا معانا عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم فاتن بلتاجي من الورشة الفنية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله، ولا تنسى ان تفعل الجرس. شكرا.